شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في سباق الترايثلون الذي نظمه الاتحاد البحريني للترايثلون. وبدأ السباق الذي شارك فيه إلى جانب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نخبة من الفريق البحريني للترايثلون وعدد من المشاركين من المواطنين والمقيمين بسباق السباحة لمسافة كيلومتر في بحر فندق السوفيتيل، ثم سباق الدراجات لمسافة 120 كيلومتر، وأخيرا سباق الجري لمسافة 10 كيلومترات. وبعد نهاية السباق أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مشاركته في السباق تأتي ضمن الرزنامة الفنية التي وضعها من أجل الاستعداد الأمثل للمشاركة في بطولة العالم للرجل الحديدي والتي ستقام في كونا هاواي، والتي من المقرر إقامتها في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن السباق كان قويا ومثيرا منذ البداية، وهو الأمر الذي يدل على الاستعداد المتميز من قبل المتسابقين لخوض غمار المسابقات الثلاثة وإنهاء السباق في فترة زمنية قياسية. وأشار سموه إلى أن مستواه الفني في تصاعد مستمر بعد خوض العديد من التدريبات المكثفة والمتنوعة على مراحل طوال الفترة الماضية، وذلك للإعداد بشكل جيد قبل خوض غمار المنافسة على بطولة العالم للترايثلون، معربا سموه عن تطلعه لتحقيق مراكز متقدمة مواصلة للنتائج الإيجابية والإنجازات التي تحققت في المشاركات السابقة، بما يبرهن على المستوى المميز والمكانة التي باتت تحتلها مملكة البحرين في هذه الرياضة. وأشار سموه أن سباق العالم يعد من أهم وأقوى النسخ في بطولات العالم للرجل الحديدي، إذ يحظى بمشاركة مجموعة من الأبطال والمتسابقين المميزين من مختلف دول العالم والذين يتنافسون على تحقيق مراكز متقدمة، الأمر الذي يتطلب استعدادا مغايرا ومستمرا وصولا إلى موعد السباق، مشيرا سموه أنه يشعر بارتياح تام من الاستعداد الذي سبق إقامة بطولة العالم والتي يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية فيها.